لجنة مالية تناقش مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة الهادف إلى الترفيع في نسبة النمو والتحكم في التوازنات المالية الكبرى. انطلاق أشغال ملتقى الأعمال التونسي السويدي في اتجاه تدعيم القدرات وتعزيز مجالات الشراكة بين البلدين لفتح آفاق استثمارية جديدة. مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في قصف على مدرسة في إدلب، وتركيا تؤكد سيطرة الجيش الحر على 3 مناطق شمال حلب. نشرة منتصف الليل الأخبار، أهلا بكم. عقدت لجنة المالية والتخطيط جلسة استماع لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. هذه الجلسة خصصت لمناقشة مشروع الميزان الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليص نسبة العجز في ميزانية الدولة. ناقشت لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب وثيقة الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة. الوثيقة تضمنت أهدافا عدة أبرزها تقليص عجز ميزانية الدولة. أهم الأهداف هو النمو ب 2.5% لسنة 2017، وأهم النقاط للنمو هذا هو إعادة الصادرات، إعادة الاستثمار، وكذلك التوازنات الكبرى للمالية العمومية بعد الانخرام اللي صار الخمس سنوات اللي مروا. النائب عن كتلة نداء تونس اعتبر وثيقة الميزان الاقتصادي غير متلائمة والمذكرة التوجيهية للمخطط الذي تقدم به الائتلاف الحاكم. فارق شاسع بين هذه الوثيقة التوجيهية والمشروع نتاع الميزان الاقتصادي اللي هو لقيناه مشروع دون المأمول، ما فيش توضيح للسياسات العامة اللي باش تقوم بها الدولة سنة 2017، وهذا مش الكبير بالنسبة لنا. اليوم قدرنا وأنه فما إمكانية لأن تنعقد جلسة أخرى باعتبار وأنه الإجابات الأسئلة اللي تقدمت ما تقدمتش لها الإجابات معناها الدقيقة فيما يتعلق بالمسائل التقنية لهذا الميزان. كما تساءل النواب عن آخر الاستعدادات بخصوص مؤتمر الاستثمار الدولي، وذلك عند مناقشة وثيقة الميزان الاقتصادي. تم استدعاء أكثر من 1500 ضيف على تونس، ذوما من صناع القرار الاقتصادي، مؤسسات عالمية للاستثمار، صناديق استثمارية وكذلك مؤسسات صناعية، باش يكونوا متواجدين في تونس باش يفهموا خير مناخ الأعمال وكذلك القوانين التونسية الجديدة، يتلقاوا كذلك مع الحكومة التونسية وكذلك مع القطاع الخاص التونسي. قاعد العديد من الأخبار اللي تخرج في الخارج حول الميزانية وحول الصراعات حول الميزانية والمشاكل الاجتماعية اللي مشكون، وهذا شيء معناه سلبي بالنسبة لنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار. استعادة تونس صورتها كبلد يقصده المستثمر الأجنبي تحدي كبير تواجهه الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي عموما. انطلقت الأربعاء في العاصمة أشغال ملتقى الأعمال التونسي السويدي في إطار إعادة إحياء العلاقات التونسية السويدية رسميا. هذا الملتقى سيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي. إثر إعادة فتح السفارة السويدية في تونس تم من جديد ومن خلال ملتقى الأعمال التونسي السويدي تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين. معنا تقريبا 100 مليون أورو من معناها معاملات، رقم معاملات مع السويد اللي هو رقم مازال نجم نطور فيه برشا، فما إمكانيات كبيرة للتعاون في مجالات الصناعة، في مجالات التكنولوجيا، في مجالات الطاقة، في مجالات اليوم الصناعات الميكانيكية والكهربائية، في اليوم في مجالات الخدمات. عندنا 8 شركات سويدية في تونس، شركات مهمة جدا تشغل تقريبا 1380 عامل، لكن احنا نتصوروا مع إعادة فتح السفارة وإعادة رجوع العلاقات باش نكثروا في عدد، نزيدوا بطريقة ملحوظة في عدد الشركات السويدية اللي في تونس. ومن المنتظر أن يسفر منتدى الأعمال التونسي السويدي عن تدعيم القدرات وفتح آفاق استثمارية بإمكانها أن تنهض بالاقتصاد الوطني.
فما مجال التعاون الثلاثي التونسي السويدي الافريقي، هذه الكل قاعدين نخدموا عليها. ان شاء الله الزيارات نتاع اعلى مستوى، السيد رئيس الجمهوريه العام اللي فات، السيده وزيره الخارجيه مارتين في عام، هذا دليل على انه فما رغبه حقيقيه في تطوير تونس كبلاتفورم او هاب بالنسبه لهم هما، باش ينفتحوا على المنطقه هذه اللي باش تسجل في السنوات القادمه افريقيا نسب نمو من ضمن النسب الاكبر في العالم. نحن سندعم تونس ونساعدها على تحقيق قفزة اقتصادية نوعية بعد أن حققت نجاحا ديمقراطيا هاما وأصبحت مثالا يحتذى لدى العديد من الدول. نحن سنشجع رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات للاستثمار في تونس. ملتقى الأعمال التونسي السويدي اعتبره عدد من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والكبرى فرصة هامة لتدعيم استثماراتهم في البلدين. الاقتصاد التضامني والاجتماعي قد يكون من بين الحلول الممكنة لخلق مواطن رزق وتنمية الاقتصاد المحلي. طرح أكدته ندوة بعنوان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظمتها المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية. الجدل الذي رافق ما يعرف بالضيعات الفلاحية والتي تديرها جمعية وحاد جمنة رفع السقف عاليا من قبل نشطاء في المجتمع المدني لأجل إبراز دور الجمعيات في الاقتصاد التضامني والاجتماعي وضرورة التفكير في نصوص قانونية تنظم هذا النمط الاقتصادي. اليوم عندنا ترسانة كبيرة من القوانين التي تنظم هذا القطاع ولكنها متفرقة تستثني دور الجمعيات مثلا، وهذاك علاش نلقاو روحنا اليوم ان احنا في اشكال مثلا جمنا على ما صار من تجربه نجاح التجربه على ارض الواقع نلقاو ثم اشكال قانوني مثلا اليوم يجوا يقول لك اشكال قانوني لان دورها ما كانش موجود وما كانش واضح. فما طلب من سيد رئيس الحكومه انه حقيقه يصير يعني تسريع اليوم في انشاء مشروع قانون اللي هو اليوم باش ياثر وكذلك يعني يوضح مسألة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. خبراء وباحثون يقولون أن قطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي يعد خيارا استراتيجيا باعتباره طريقا ثالثا للتنمية والتشغيل، ما يتوجب الاشتغال على نشر ثقافة هذا النمط الاقتصادي لدى جميع الأوساط ووضع إطار قانوني له. 18% من موارد الرزق يخلقها هذا القطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كذلك يعني هذا القطاع هو يساهم في استحثاث نسق النمو الاقتصادي، يساهم في خلق الثروة. لكن في تونس مع كل أسف أنشطة هذا القطاع ليست محتسبة. 3-4-5 من الناس، 10 من الناس باختصاصات مختلفة يكملوا بعضهم، بإمكانهم أن يقوموا ببعث مؤسسة اقتصادية ربحية تدار ديمقراطيين، وهذه من مبادئ الاقتصاد الاجتماعي، وهنا تسعى الجمعيات إلى نشر هذه الثقافة انطلاقا من المؤسسات التربوية إلى الجامعات إلى مراكز التكوين المهني إلى التشغيل إلى المؤسسات المالية. العارفون بقطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي يرون أيضا بضرورة أن تسعى الحكومة إلى مؤسسة هذا النمط باعتباره مكونا منتجا للرزق والثروة. نفت وزارة الدفاع الوطني على لسان الناطق الرسمي باسمها العقيد بالحسن الوسلاتي ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بخصوص وجود قواعد عسكرية أمريكية في تونس لضرب أهداف في ليبيا. وأوضح الوسلاتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن الوزارة سبق وأن أعلنت منذ مارس 16/2000 أن التعاون العسكري الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية يشمل قيام عسكريين أمريكيين بتدريب أفراد من القوات المسلحة التونسية ومنظومات استطلاع ومراقبة قام الجيش التونسي باقتنائها أو يسعى للحصول عليها لتعزيز المنظومة الدفاعية الحدودية في إطار المجهود الوطني لمقاومة الإرهاب وكشف أي تحركات مشبوهة في المناطق الحدودية. في سوريا قتل ما لا يقل عن 20 شخصا أغلبهم من الأطفال في قصف على مدرسة في إدلب شمال غرب البلاد وفق ناشطين، ولا يعرف إلى حد الآن منفذ هذا القصف. وفي حلب أكد الجيش التركي أن مسلحين من الجيش الحر سيطروا خلال 24 ساعة الماضية على 3 مناطق شمال المدينة بدعم تركي في إطار عملية درع الفرات التي أطلقتها السلطات التركية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي العراق دخلت معركة استعادة الموصل من أيدي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية يومها العاشر، ومع استمرار الاشتباكات تزداد الأزمة الإنسانية هناك. اليوم العاشر من معركة الموصل الأكثر تعقيدا للجيش العراقي حسب ما يتوقع لها الخبراء العسكريون، ومع استمرار المعارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، قالت المصادر العسكرية العراقية إن تقدما حققه الجيش العراقي ومقاتلو البشمركة بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وإن قرى عدة تمت استعادتها وأخليت من سكانها شرق وجنوب المدينة. قطعاتنا باتجاه قوب زاوية، وهذه القرية كبيرة جدا، تم تطهيرها من قبل قطعات جهاز مكافحة الإرهاب بالكامل والسيطرة عليها، ونحن الآن في مركزها. ومع التقدم الذي تبعه معركة تحرير الموصل، يبدو أن التنظيم الإرهابي أصبح في موقع الدفاع، ما دفعه إلى اللجوء إلى تنفيذ هجمات لتخفيف الضغط عليه في المدينة. المسؤولون العراقيون وإن استبعدوا تحديد سقف زمني لحسم المعركة، فإنهم يؤكدون أن تقدم القوات المشتركة من كل المحاور يسير بسرعة كبيرة تفوق ما وضع في الخطط العسكرية. ومن المرجح أن تزداد المعارك المقبلة ضراوة، فيما يزال أكثر من مليون شخص في المدينة، وفي أسوأ التقديرات تتوقع الأمم المتحدة أن ينزح قرابة المليون منهم. اليوم تحدثت وزارة الهجرة والمهجرين العراقيين عن نزوح 3000 مدني من قرى قرب الموصل خلال ساعات فقط. معركة الموصل قد تصبح الأكبر حتى الآن في 13 عاما منذ الاضطرابات التي بدأت بالغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في العام 2003، وسيمثل سقوط المدينة الهزيمة الفعلية للتنظيم الإرهابي في العراق. في أخبار الرياضة، يلتقي الترجي الرياضي التونسي نادي الشرطة الكاميروني في الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأندية البطلة في كرة اليد المقامة منافستها حاليا في بوركينا فاسو. وكان الترجي الرياضي قد انهزم مساء الاثنين ضد الأهلي المصري بنتيجة 24 هدفا مقابل 29 في الجولة الأخيرة من الدور الأول. في عالم الفنون، شباب تونسيون وأجانب التقوا حول شعار واحد، كن التغيير الذي تريد أن تراه. اجتمعوا في لوحة تشكيلية تناسقت ألوانها على واجهة ملعب زويتن في عمل يحاول جلب الانتباه لطالبي اللجوء في تونس. اللجوء إلى الفن لجلب انتباه الآخر لواقع اللاجئ والحث على إدماجه في المجتمع الذي يريد العيش فيه من خلال رسائل مضامينها إنسانية وحضارية وثقافية. ذاك هو الهدف من تنظيم الدورة الخامسة من تظاهرة أبعد من الجدران. هذه الدورة التي كانت جدران ملعب شلزويتن بتونس العاصمة لوحة أودعها الفنون إبداعاتهم الفنية، وهي تدعو لتجاوز الذات والجغرافيا من أجل خدمة الإنسانية. وراء الجدران يعني أن نحيو أي فرق، أي بارير، أي حاجز بين العبيد بين الشباب. ندعو من خلال هذه التظاهر المجتمعات إلى مساعدة اللاجئين ونحث أفرادها على الاطلاع على حاجياتهم. نحب نشوف العبيد في تونس فرحانين، ونحب كي يعرفوا ينجموا يكونوا الشانجمون في العالم، ينجموا يبادلوا رواحهم. الرسوم التي ميز ألوانها اللون الأخضر رمز الحياة حسب الموروث الثقافي لعدد من المجتمعات، رسمتها ريشة فنانين تونسيين وأجانب، وساعد في إنجازها عدد من طالبي اللجوء إلى تونس. مثلا نقول طالبي اللجوء السوريين المتواجدين، هذه التظاهرات تخليه يتداخل مع التوانسة وتخليه تشوف كيف التونسيين وكيف العباد فرحانين بيه. واللاجئ الحقيقة في تونس، هو طبعا نشكر الحكومة التونسية اللي هي تستقبل في اللاجئين في تونس، ولكن هناك العديد من الصعوبات الإدارية وكذلك التعامل مع الإدارة والمؤسسات العمومية بصفة عامة، لأنه ينقصهم إطار قانوني، ينقصهم مشروع قانون معناها يحمي حقوقهم. تظاهرة أبعد من الجدران تم تنظيمها في عدد من بلدان العالم كقبرص وأربيل ولبنان، وتبعث من خلال الفن رسائل إلى العالم مضمونها إنساني وحضاري وثقافي. وفي الختام إليكم تذكيرا بالعناوين. لجنة مالية تناقش مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة الهادف إلى الترفيع في نسبة النمو والتحكم في التوازنات المالية الكبرى.
انطلاق أشغال ملتقى الأعمال التونسي السويدي في اتجاه تدعيم القدرات وتعزيز مجالات الشراكة بين البلدين لفتح آفاق استثمارية جديدة. مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في قصف على مدرسة في إدلب، وتركيا تؤكد سيطرة الجيش الحر على 3 مناطق شمال حلب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.